اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من اسرار شرق اوسطية في هضبة اللوس وجنوب جبال كين. وفي هذه الولاية المسمى تشاتشي كانت هناك ابرز محاولة لسادس تجربة للابرسونيك او الفرق الصوتي كصواريخ لم تستطع امريكا اطلاقها وفشلت فيها، والان يعيش العالم سادس تجربة شديدة الخطورة تصل إلى 10 ماكس على أقل تقدير، وهذا في نظر الخبراء الذين يتعاطون مع هذا الوضع بشكل حساس جدا، إذ يتأكد اليوم أن الصين دخلت في مرحلة أخرى لسادس تجربة ناجحة للغاية. وهذا نعرف جيدا أن نهر الصين اليوم في الضفة الوسطى للنهر الأصفر وعلى هضبة، وفي هذا الخليط الجغرافي من التضاريس ما بين جبال كين جنوبها وما بين هضبة وأيضا على ضفة النهر الأصفر، كل هذا التقدير. وكانت حالة الإطلاق في نفس هذا التوازن، لأننا أمام إطلاق سريع لا يمكن أن يكون بمثابة درون أو طائرة أو غير ذلك. نتحدث عن إطلاق لصواريخ إيبرسونيك موجهة بدون توجيه، يعني بالطريقة العادية، يعني نربح السرعة فقط. لما؟ لأن في الصواريخ الأوربيتية على وجه التحديد، وأيضا في الصواريخ الفرق الصوتية أو الإيبرسونيك الصينية، ماذا وجدنا؟ وجدنا أن هناك محاولة التحكم في استدامة الصاروخ في ما بعد الغلاف على وجه التحديد، أو في الغلاف أيا كان الوضع العام بالنسبة للوضع الأوربيتي، ولكن على العموم هذا وضع مناسب للفيزياء على وجه التحديد. فيه أيضا الإطلاق الذي يحاول التحكم والتوجيه من خارج الغلاف في هذه اللحظات على وجه التحديد بين التجربة الثالثة والرابعة. اليوم في التجربة السادسة حالة إطلاق غير متميز أو متميز بأي توجيه، ولكنه سريع للغاية في حدود 10 ماكس. إذا نتحدث عن سرعة هائلة لصواريخ تقليدية ليس لها إلا الرأس تقليدي، وأيضا بالنسبة لحالة الإطلاق تقليدية والسرعة موجودة. هنا نطرح سؤال مباشر حول إمكانية الفعل التقليدي أو الشحنة التقليدية عن الشحنة غير التقليدية. يتذكر الجميع أن الشحنات التي عمل عليها الصينيون قبل أن تكون أول غواصة نووية وقبل الوصول إلى 1000 رأس نووي، وجدنا أن مثل هذه التجارب على وجه التحديد كلها كانت تقليدية، وعندما كان التجريب نوويا قد جرب تحت المياه، وهذا واضح. كذلك بالنسبة للإطلاقات الإيبرسونيك كلها تحت المياه، نحن لا نتحدث على التجارب في الأجواء، نحن نتحدث على تجارب نووية على وجه التحديد كلها إما داخل الجبال، وهذا شيء هام جدا وبمناسيب مناسبة، يعني متطابقة لما يكون عليه الحال. وهذا الضبط التكتيكي للإطلاق النووي هذا معروف فيه الصينيون، يعني يمكن في حالة الإطلاق يكون متمكنا من ضرب زوايا معينة وبدقة معينة، توجيه عالي جدا بالنسبة للأسلحة النووية، خصوصا وأن تجاربها مع الغواصات أثبتت ذلك بشكل عال للغاية. اليوم هناك تجريب لصواريخ إيبرسونيك عادية، يعني بشحنة تقليدية، وأيضا بإطلاق عادي. لذلك فما يجري الآن، أي تكنولوجيا تسمح بحالة الإطلاق من منصة إطلاق بجميع المواصفات التقليدية وبسرعة تصل إلى 10 ماكس؟ هذا هو السؤال الذي على الجميع أن يجيب عنه، خصوصا الأمريكي. الأمريكي حسب التحليلات الجارية اليوم، أول تحليل توقعه على الأقل الروس بأن هذا الفيديو دقيق جدا،
وأنه أخذ ولا علاقة له بتجريب صاروخ طائر دروني. يعني لا نتحدث عن درونيات في هذا المجال على وجه التحديد، نحن نتحدث على صاروخ كلاسيكي بسرعة قياسية تصل إلى 8 ماكس أقل تقدير و10 ماكس كأكثر تقدير، وهذا حسب الخبراء الروس. بالنسبة للخبراء الأمريكيون، على الخبراء الأمريكيون يرون من اتجاه آخر، يرون على أن حالة الإطلاق هذه والتي تتساير فيها مع كل يعني بدون توجيه، فإن حالة السرعة والدقة الموجودة في نفس الآن على العموم، فإننا نحن نرفع السرعة ولكن بالقياسات الفيزيائية الممكنة للإيصال إلى الهدف، وإلا سيكون ارتفاع السرعة ولكن ليس بالضرورة الدقة في الهدف، لأن رفع السرعة قد يجعل من ضبط الحركة ليس دقيقا. اليوم ضبط الحركة مع سرعة الإيبرسونيك مضبوطة لدى الصينيين، وهذا هو الامتياز الذي يمكن اليوم توقعه. وهنا اختلف الصيني عن الروسي وخلق فجوة، لأن الإيبرسونيك كما لاحظنا خصوصا بالنسبة لزيركون وزيركون أم، وهذا آخر طراز لا يزال إلى الآن تحت السرية العالية. زيركون أم الموجه للبحار سيتأجل لمدة 6 أشهر على أقل تقدير لسبب رئيس، لأن العملية بالنسبة للضبط ما يسمى بالتوجيه الدقيق ليس متوفرا رغم حالة الإسقاط التي يمكن أن يصل معها على الأقل لناقص 31% من نسبة الدقة. إن كان هذا بالنسبة لزيركون أم وهو التجربة الأخيرة، وهي التجربة الأخيرة بالنسبة على الأقل لروسيا، فإننا سنجد أن الصينيين تجاوزوا ذلك، لأن الضربة اليوم التي أطلقت في شاتشي في هذه الولاية وانطلاقا من مختلف التضاريس، نتحدث على اختلاف عال للتضاريس بين جبال وما بين هضبة اللوس وما بين النهر الأصفر في هذه المنطقة المتعددة الشديدة التعقيد جغرافيا، فإن حالة الإطلاق مع معرفة منسوب بالنسبة للرطوبة، المنسوب أيضا بالنسبة للباقي، كل هذا لم يعد مؤثرا، وأصبح الأمر يتعلق بالضبط الفيزيائي العالي بالنسبة لحالة الإطلاق ومباشرة الوصول إلى الهدف. إذن أهم ما سنراه في شاتشي هذه أن العالم سيرى ما قبل هذه التجربة السادسة للإبرسونيك أو الفرد الصوتي وما بعدها، لسبب رئيس، لأننا سنرى مستقبلا أن مثل هذه الصواريخ التي يحاول الجميع أخذها لم تعد موفقة إن دخل مثل هذا الصاروخ الكلاسيكي إلى الخدمة. كل ما ترونه في العالم سيختلف، وكل هذا سيذهب إلى المزبلة لسبب رئيس، لأنها ستصبح مجرد خردة، لأن هناك صاروخ يمكن أن يصل إلى الهدف وأيضا بسرعة فرد صوتية، ولكن عبر الاستخدام الكلاسيكي وعبر صواريخ كلاسيكية ونحو أهداف كلاسيكية. يعني هذا الصاروخ الذي ترونه وبحجم معين في السرعة، سنجد الحجم الآخر هو الذي سيسيطر مستقبلا، لأن لا داعي لمثل هذه الصواريخ لأن فيها أزمة سرعة. إذن هذه هي الخلاصة الأولى. الخلاصة الثانية والأكثر صعوبة هو التوجيه بالرادار. التوجيه الراداري وبدون توجيه راداري في الاثنين معا كانت نسبة النجاح عالية، ولذلك سنجد على أن مثل هذا الإطلاق وبهذا الشكل وبهذه الثوان سنجد على أن الأمر دقيق للغاية أكثر مما يتصوره كل من الأمريكي والروسي على حد سواء. المسألة الأخرى في خارج العلاقة مع الرادار على وجه التحديد، فإن هناك محرك
يمكن أن يصل إلى مثل هذه المسافة. وإن وصل المحرك مثل هذا المحرك إلى هذه السرعة، فماذا سيكون على هذا المحرك؟ يجب أن يكون هو السائد الآن. إذا كل المحركات التي نعرفها اليوم ستكون بمثابة مرحلة انتقالية لموتها، لأن بالنسبة للمحرك الصاروخ الآن المعروف باسم إطلاقه، لأن الصين لن تكشف شيئا ولن يعرف أحد شيئا معها إلا عن طريق اختراقات استخبارية. واليوم فإن هناك منطقة في شاتشي هي التي استطاعت أن تصور مثل هذه الصورة، وهذه الصورة للأسف الشديد فإن أول تقييم للبنتاغون أخطأ في أمرين أساسيين. أولا بالنسبة للمجال التقني، في الفرد الصوتي في التقييمات كانت تقييمات سياسية ولا علاقة لها بالتقني. ثاني مسألة أن التقييم الروسي الذي يعتقد على أنه جزء من التسريبات الحالية أن وراءها روس، وهذا يعني أن هذه التقنية أضبط بكثير مع الروس على وجه التحديد أكثر من أي طرف آخر، وهذا الذي سيعطي أفقا مفتوحا للاستخبارات الروسية التي تحتاجها الولايات المتحدة الأمريكية من أجل معرفة ما يجري في الصين. الصين تحت سرية عالية بالنسبة لتكنولوجياتها، واليوم إن تسرب شيء عبر الأقمار أو عبر غيرها، أول شيء بالنسبة للصينيين لا يريدون قصف أي قمر صناعي مهما كانت قوته، لأنهم يدركون جيدا أنهم يستطيعون التخفي خلف هذا. ثاني مسألة أن التصوير الذي حدث هو تصوير انطلاقا من أفق، نحن لا نتحدث إلا عن أفق استطاع معه التصوير أن يتم عبر إطلاق من هضبة باتجاه هضبة. وقد كانت هناك صورة ليست بالضرورة واضحة للغاية، لم تنشرها أفيا برو، لم ينشرها الروس، ولكن على العموم هناك من تطرق إليها، وهو ما يعني أننا أمام طفرة شديدة الأهمية في الفرد الصوتي. يجب الاعتقاد بأن الأمر بالنسبة الآن للصين بأنها قوة استثنائية في الأبرسونيك، وأن الأبرسونيك اليوم أصبح متقدما للغاية، لا يمكن معه إلا القول وبشكل واضح أن هناك رغبة أكيدة للصين في صناعة التفوق. إنها سادس تجربة على الأقل منقولة للأبرسونيك أو الفرد الصوتي هذه الصواريخ، التي لم تستطع اليوم إلى حدود هذه اللحظة الولايات المتحدة الأمريكية لم يستطع الأمريكيون الوصول إلى إطلاق الأبرسونيك أرض أرض. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.